نروح للاعيب تاني، عبد الله السعيد. عبد الله السعيد اللي لعب المباراه كلها كامله، ولعب في ركلات الجزاء واحرز ركله الجزاء بتاعته. الراجل ده، لا، الجمله بتاعت العمر مجرد رقم اتعملت عشان عبد الله السعيد. ونشوف احتفاله بعد المباراه بشكل هستيري وبشكل فيه ضغوط كبيره جدا، عايز اول بطوله يحققها مع نادي الزمالك. ناس كانت تقول لك عبد الله خرج من نادي معين ما خدش بطوله ومش هياخد، لا، عبد الله خد البطوله من النادي اللي انت بتقول عليه. عبد الله السعيد ما خدش ولا بطوله خارج نادي الاهلي. اول بطوله يحرزها عبد الله السعيد خارج النادي الاهلي كانت من النادي الاهلي في السوبر الافريقي مع نادي الزمالك. فرحه حلوه، شفنا له فيديوهات كتيره جدا مع الكابتن شيكابالا، وكان مبهج في فرحته. كابتن شيكابالا كان مبهج في فرحته. لما يبقى عندك اتنين من اللعيبه الاساطير اللي التاريخ عمره ما هينساهم، تاريخ الكره المصريه عمره ما هينسى شيكابالا ولا عبد الله السعيد. اتنين لعيبه تقال قوي في فرقتك. نادي الزمالك استفاد منهم بشكل كبير جدا جدا، وبكرر كلامي على كابتن شيكابالا ما بين الشوطين اللعيبه دي فاقت ازاي، وبتصريحات معظم لاعبي نادي الزمالك ان عبد الله السعيد شيكابالا الاثنين هم اللي عملوا الفارق بين الشوطين في غرفه الملابس. فوق لعبتي، انسى اي حاجه، احنا احسن، عايزين نكمل، هنتعادل وربنا يكرمنا وهنكسب. فدي امور ايجابيه جدا شفناها في مباراه السوبر الافريقي.